انتخبت الدول الأعضاء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة مملكة البحرين بالتزكية عضوا للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للفترة من بين 2022 و2024، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. ويأتي انتخاب مملكة البحرين دليلا على المكانة الدولية الرفيعة والدور الهام على الصعيد الدولي اللذين تحظى بهما، وتأكيدا على الجهود البارزة التي قامت بها المملكة في مجال مكافحة الجريمة وضمان العدالة الجنائية، واتساقا مع الممارسات الفضلة والتشريعات القانونية الحديثة التي تطبقها المملكة في هذا المجال. تعتبر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. تتضمن ولايتها تحسين الإجراءات الدولية لمكافحة الجريمة الوطنية وعبر الوطنية، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال والاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى تحسين كفاءة وعدالة نظم إدارة العدالة الجنائية وإنصافها. كما تقدم اللجنة التوجيه الموضوعي والتنظيمي لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يعقد كل 5 سنوات لمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة به.